السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم النهارده. احنا طبعا مشاهدينا مكملين معاكم حلقتنا عن المراه وعن مشاكل الشعر، البشره، الجلد. هنتكلم النهارده في موضوع مهم، كتير من البنات ممكن يكونوا فاهمين فيه حاجات غلط. ساعات بعد الحجاب الشعر ممكن يقع، فممكن يقولوا أصل الحجاب هو اللي وقع الشعر. هنتكلم في الموضوع ده النهاردة وعلاقة الحجاب بالشعر، وهنتكلم في طبعا أسئلة كتيرة جدا عندنا عن الشعر، وهنشوف نصايح البنات إزاي نحافظ على شعرنا وعلى بشرتنا مع ضيفتنا دكتورة مروة محمد رحاب، استشاري الجلدية والعلاج بالليزر وعضو الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا دعاء. حبينا النهاردة نتكلم عن الشعر، بس هنبدأ حلقتنا الاتهام. ونتكلم عن علاقة الحجاب بالشعر. الاتهام اللي كل الناس بتسأل عليه، لا طبعا مفيش حاجة اسمها الكلام ده، مفيش حاجة اسمها ان انا اتحجبت فشعري وقع من الحجاب. في حاجة انا بعامل شعري غلط او بتحجب بطريقة غلط، فنتيجة لكده شعري بيبدأ يقع. في اخطاء احنا بنعملها مع الحجاب احنا ممكن نقولها سريعا. يعني مثلا تيجي بنوتة حلوة كده أمورة جاية تكشف على شعرها، لقيها لابسة مثلا ايه 10-12 طرحة كله فوق بعضه. طب ليه؟ عشان أصلا مش عارفة شعري خفيف عشان أبين شعري تقيل. لا، ما هو ده غلط. الحجاب ده غطاء للرأس، يعني ايه لازم تختاري حاجة أو حاجتين، يعني ده بتحطي ليا البندان أو يعني اللي هو القطن وبعد كده فوقيها الطرحة اللي بتلبسيها. ما ينفعش إن أنا ألبس 10-12 طرحة وأقولك أصلا عشان شعري مش عارف إيه، ده طبعا حاجة خاطئة. الحاجة التانية إن أنا بربط شعري بطرح، يعني دي برضو لقيت بنات كتير عاملاها، تقوم جايه رابطه شعرها من قدام ومن ورا بطرح وعقدها جامد. ده في حاجه عندنا بنسميها التراكشن الوبيشيا، اللي هو الشعر بينحل من كتر الشد اللي عليه. دي بنشوفها في الاطفال، اللي تلاقي الام ماسكه لبنتها ضفاير كده وشدهم جامد، وتلاقيها في الكبار تلاقيها رابطه شعرها بطرح، تلاقي شعرها بدا ينحل. الحاجة التالتة ممكن الشعر يقع نتيجة لوجود فطريات، تاخد شاور أو تاخد حاجة وتقوم جاية مكلفتة شعرها وتقوم جاية لابسة فوقيه 10-12 طرحة. فالشعر بيبقى الكتم، بدأ يحصل فيه وسط مناسب للفطريات، يبدأ يطلع فيه قشر، يبدأ بقى يقع، يعني بيتأثر بالعوامل دي. فإحنا بنتعامل مع شعرنا غلط. إنما مفيش حاجة اسمها الحجاب بيوقع الشعر، بالعكس الحجاب بيحمي الشعر من عوامل تانية كتير. يعني التراب، الشمس، الالترا فايلوت، كل الكلام ده. دلوقتي انت عارفة ان في مستحضرات عاملينها عشان تحمي الشعر من الالترا فايلوت، يعني الناس اللي مش محجبات الأشعة الشمس. طب ما انا عندي الحجاب ممكن ان انا استعيد بيه عن كل الكلام ده. فده طبعا مقولة خاطئة. لأسباب تساقط الشعر كتيرة جدا، وإحنا ممكن ناخدها واحدة واحدة، نقول إيه بقى الأسباب الطبية، إيه الناس بتشتكي من إيه. إنما كعلاقة مباشرة ما بين الحجاب وتساقط الشعر، لا الكلام ده مش مظبوط. إحنا حطينا النهاردة السؤال على صفحتنا على الفيسبوك. على فكرة أنا عايزة أقولك تقريبا مفيش حد في مصر ما بيشتكيش من تساقط الشعر. طبعا كل الناس. يعني بصي بنات، الأول كان بيجيلي إيه، يعني الرجالة والستات اللي عندهم صلع وراثي. ده طبعا جينيتك، عوامل وراثية. بدأنا بعدها بشوية نخش في قصة الاضطرابات الهرمونية. تيجي بنوتة أو ست مثلا وعندها تكيسات على المبايض وعندها هرمون ذكورة عالي، تلاقي شعرها بدأ يقع وبيطلع لها شعر في وشها، غير يعني شعر مش طبيعي انه يطلع في الوش او في الصدر، فنعمل تحليل هرمون نلاقي هرمون الذكوره عالي. شويه بدانا بقى قصه الدايت الغير صحي، الاكل مش صحي، فيبدا الشعر. طبعا غذاء الشعر ايه؟ الحديد والزنك، ده اساسنا. فبص نلاقي العيانه جايه تشتكي انا شعري بيقع وانا ما عنديش عوامل وراثيه وانا كل هرموناتي مظبوطه، وي ندور نلاقي هي اصلا ما بتاكلش اكل صحي. فشعرها بدا يقع، وده لقيناه كمان دلوقتي بدا ينتشر في الاطفال. يعني انا دلوقتي بدا اطفال كتير جدا شعرهم يقع وهم لسه اطفال، جايه مامتها تشتكي وايه، وتلاقي 5-6 سنين. تبداي طب انت لا في هرمونز اشتغلت، مفيش عوامل وراثيه بدات تظهر، طب التساقط ده من ايه؟ نبدا ندور نلاقي البنت دي عندها انيميا حاده. طب انت بتاكلي ايه؟ ما بتاكلش كل بقى الاكل الفاست فود، الشيبسي، البيبسي، الشوكليتس، عارفه الاكل اللي هو ده، مفيش اكل صحي. فيبدا الشعر يقع. غير بقى يعني التعامل مع الشعر باسلوب خاطئ. دي نقطة مهمة جدا. دي بقى يعني مثلا موضوع موضوع الغسيل ده، المفروض ان انا استخدم شامبو مناسب لشعري. الناس اللي عايشة في حتت ما فيهاش المية، يعني مثلا مية عسر، عارفة الناس اللي قاعدة بقى في شرم وفي سينا وفي الحتة دي، المية عندهم نفسها مش كويسة. فدول لا، بنقول لهم اغسلوا شعركم بمية اللي هي المقطرة او المية اللي يعني حاولوا انتوا تبعدوا عن المية العسرة دي، لان دي هتأثر على الشعر، ان فيها نسبة أملاح عالية جدا. دي مهمة جدا.
الناس اللي بتستخدم عارفة الشامبوهات اللي هي القوية اللي فيها منظفات قوية، يعني تلاقي واحدة مثلا بشرتها دهنية فتقوم جاية حطالك شامبو من اللي هو أصلا يعني بتاع القشرة وهي ما عندهاش قشرة. أيوة. فيبدأ شعرها يتفاعل معاه بطريقة عكسية فيحصل التهابات في فروة الرأس ويقع ويطلع قشرة. الناس اللي بتستخدم السشوار والبيبي ليس كتير ده برضو حاجات خاطئة. مفروض ان انا يعني عارفة احنا كنا دايما بنشبهها، نقول لك ايه، تخيلي الشعرية دي عاملة زي البيضة. بيضة. فانا دلوقتي لما اجي اعمل سشوار او بيبي ليس على درجة حرارة عالية دي انا بشوفها بقى بعيني، تلاقيهم حاطين البيبي ليس وتقوم جاي عامله لك الشعر تطلع دخان. طب ما انت كده كانك يعني انت حرقتيها. ايوه. فده برضو حاجات خاطئه، فتلاقي الشعر بدا يقع. ففي احنا معاملتنا للشعر، لا الشعر ده كائن حي المفروض ان احنا نتعامل معاه بحرص شديد. اجي اسرح شعري لازم اسرح من تحت لفوق، ما ينفعش اسرح من عشان شعري مكعبل في بعضه وامسك اسرح من الجذور لتحت، لا المفروض تسريح الشعر من تحت لفوق وبالراحه، ولو ناشف احط عليه كريم او حاجه مرطبه عشان يقدر ان هو يتسلك معاه. فاحنا بنعامل بالراحه واحده واحده على شعرنا بالظبط، انما لا تسرح وقطع ولم ومش عارف كل الكلام ده وتيجي في الاخر تقول شعري بيقع. طب ما طبيعي. وتسريح الشعر لا تسريح الشعر ده بننسى. لا على فكره تسريح الشعر ده صحي جدا. ليه؟ اولا احنا بنقول لك لا احنا بنقول لك مش عشان هو يبقى متسرح، هو طبعا متسرح وجميل وشكله حلو دي حاجه جميله. بس لا انت فكره الشعر يعني شعر نمو الشعر او كل الأدوية اللي احنا بنستخدمها عشان نمو الشعر بتعتمد على ايه؟ فكرتها ان انا بحسن الدورة الدموية في فروة الرأس. عشان كده يجي يقولك لازم العيان يسرح شعره مرتين في اليوم. ليه؟ لان التسريح او مجرد انت بتعملي المشط في شعرك انت بتحسني الدورة الدموية. تدليك يعني. تدليك بالظبط كده. فلازم يقولك حاولي تسرحي الشعر مرتين في اليوم. فدي مهمة جدا. انما الناس بقى كده وكده واصل مش فاضية واصل مش عارف ايه، ما ينفعش. ده كائن حي لازم اتعامل معاه زي ما بتعامل مع اي حاجة حي. لو اهتميت بيها الدنيا هتبقى كويسة جدا، ما اهتمتش واهملت لا الدنيا هتبوظ مني. ونبدأ بقى نخش في طرق العلاج. والعلاج بقى يعني مشكلة الشعر علاجه من الحاجات المتعبة جدا، بياخد وقت طويل. والناس مش بتصبر. يعني عشان اجي عيانة اقول لها امشي على العلاج سنتين مثلا، طب ازاي؟ لا هي عايزه ان هو لا انا شعري كده كان طويل قصيته ومش يعني الكلام كله مستعجل. لا ده انا لسه هقعد 3 شهور لسه هقعد 6 شهور. طب ما انت من الاول بقى، ليه الوقايه خير من العلاج؟ صح. طيب احنا السؤال اللي حطيناه النهارده على الفيسبوك طبعا مرتبط بالحجاب، وانه في بنسمع كتير كلمه انه الحجاب بيسبب وقوع الشعر، فايه رايكم؟ فمثلا دعاء بتقول يوقع الشعر لما نفضل لابسينه طول اليوم، لكن لو حطينا اشارة بقطن عمره ما هيوقع الشعر. احنا قلنا الكلام ده على فكرة ان الاشارة بالقطن هو الاهم، لان ده احنا عندنا الشعر ده بيتنفس فيه عرق فيه كده، فالقطن ده بيمتص الحاجات دي. انما لو انا كتماه لا ما هو مفيش تنفس مفيش اكسجين واصل له مفيش تهوية بيئة كويسة للفطريات، فيبدا الشعر يتاثر ويقع. في برضو نقطة مهمة قوي دعاء، ممكن واحدة تفضل تشتغل طول النهار وتروح البيت برضو لفه شعرها، لازم الشعر ده يتهوى. يعني لازم اروح افكه وسرحي بالظبط اهويه يعني يتهوى ياخد نفس، انما ان انا طول النهار لفاه وكتاه لا. في مثلا مروه بتقول الطرح القطن هي الاحسن والمفروض ما نغسلش شعرنا ونحط الحجاب ونخرج. بالظبط نفس الكلام احنا قلناه على فكره. طبعا لان الميه دي نفسها لازم تتبخر. في ناس على فكره بتنشف شعرها بالسشوار بس بيبقى درجه اللي هو ايه الهوا اللي هو البارد. يعني السشوار بيبقى فيه هواء بارد وفيه هواء سخن، لا بنعمله على الهواء البارد اللي هو ينشف الشعر. وبعد كده البسي الطرحه زي ما انت عايزه. هدى بتقول ربنا مش هيأمرنا بحاجه وهي فيها ضرر لينا. ده اكيد طبعا. صح. روما بتقول اللي انا عارفاه ان الحجاب بيحمي الشعر مش بيوقعه. ده كلام مظبوط جدا. روكا بتقول يوقع الشعر لو احنا استعملناه غلط، لكن لو حطينا فندان قطن عمره ما هيبوظ شعرنا. نفس الكلام مظبوط. كويس الناس عندها وعي كويس يعني دي حاجه كويسه، محدش اعترض لغايه دلوقتي على السؤال. نون بتقول لا طبعا الحجاب ستر وعفه ونعمه من الله، وبلبسه لما شعر ينشف مش وهو مبلول. كلام مظبوط. منال بتقول بالعكس ده بيحمي الشعر من الشمس ومن التراب وكفايه انه احتشام وعفه للبنت. كوكا الحجاب بيحمي الشعر مش بيوقعه. لكن ساعات بنلاقي ان في ستات او بنات بيفضلوا لافين الطرحه طول اليوم، هو ده الغلط، لازم يهوى برضو في اليوم شويه الشعر. هبه الحجاب عفه، ولو كان في اي ضرر على الانسان عمره ما كان ربنا هيفرضه.
نور بتقول اختي الصغيره اتحجبت لما كانت في سته ابتدائي، كانت لسه طفله وكان شعرها قصير جدا وخفيف، بعد ما اتحجبت سبحان الله شعرها اتفرد وطول جدا لوحده، لان طبعا ربنا اداها جزاء خير على ان هي لبسته في سن صغير جدا. شيماء بالعكس، الحجاب بيحافظ على الشعر من الجو والتراب، والافضل ما نلبس الحجاب والشعر مبلول، ويفضل استخدام طرح قطن وما نلبسوش طول اليوم. حلو يعني كل الناس إيه معلومات يعني ايجابيه لغايه دلوقتي. ايوه تمام. كتير على فكره الاجابات كده، انه بالعكس خالص من تجربه سنين ما فيش ابدا حاجه بتوقع الحجاب، مش ممكن يوقع الشعر، بالعكس ده بيتقله. ما ينفعش مثلا ده بتقول ما ينفعش نعمل سشوار ومكوى والحاجات دي كتير. في يعني بالحقيقه كلهم قايلين كده، عنايات الحجاب بيحمي الشعر من الشمس ومن البرد. ياسمين بالعكس، الحجاب حافظ على الشعر من التراب ومن الشمس ومن الرطوبه، وهو في نفع لينا. موني لا طبعا ما فيش ضرر من الحجاب، ولكن الغلط ان احنا نكتم الشعر ليل مع نهار. كل يعني الناس عندها معلومات كويسه جدا، المعلومات زي ما قلت. في بس شكوى انا بتجيلي في العياده برضو عايزه اقول يعني اقولها، بتجيلي مثلا ام تيجي تقول لي ايه ده، انا بنتي جت في ثانويه عامه قامت جايه متحجبه وقصت شعرها، شعرها من ساعته خاب. ايه بقى معنى خاب؟ ما بيطولش، بيقع، طلع فيه قشره. طب ما هو اولا موضوع الطول ده احنا اتكلمنا فيه وقلناه قبل كده، موضوع ان انا اقص الشعر ده قرار يا جماعه، ده قراري، لان زي ما قلنا لغايه فتره البلوغ في حاجه اسمها الجروس هرمون او هرمون النمو، ده يعني كل حاجه في الجسم بتكبر، من ضمن الحاجات دي الشعر انه بيطول. بعد البلوغ هرمون النمو ده بيقف، فما انا اجي اقص الشعر خلاص هرمون النمو وقف، فبيطول ربع سنتي في الشهر. يعني اللي يقص ده قرار، يعني خلاص انا هقص الشعر عشان يطول تاني؟ لا هيطول الكلام ده صعب، بعد البلوغ صعب جدا. يعني طول ما احنا اطفال لا العمليه ما فيش فيها مشكله. جيت فتره البلوغ لا الموضوع لا صعب، فده قرار، لان انا بيجيلي برضو الحاجه اللي بتجيلي قوي، انا عايزه شعري شعرها قد كده، انا شعري يبقى قد كده. طب ازاي؟ احنا لينا ليميت، يعني ده قرار، فدي عايزه اقولها يعني وانبه عليها كتير، لان الشكوى دي بتجيلي كتير. أيوة. موضوع بقى اصلها اتحجبت والحجاب والكلام ده، خلي بالك برضو ان في سقوط الشعر ليه علاقه بالحاله النفسيه. يعني ممكن تكون واحده في ستريس عصبي، ثانويه عامه، بتذاكر مش قادره، تعبانه، ما بتنامش كويس، ما بتاكلش كويس، طبيعي شعرها يبدا يقع. معانا تليفونات، ناخد ايمان. اهلا بيكي. الو. ايوه ايمان اتفضلي. ازيك يا دعاء، عامله ايه؟ اهلا وسهلا، انا بحبك جدا، جزاك الله كل خير على اللي انت بتعمليه. شكرا يا حبيبه قلب. ممكن اكلم الدكتوره؟ معاكي. اكيد يا ايمان. لو سمحت يا دكتور، انا عندي مشكله، بروح لدكتور كتير قوي وبيديني علاج وما بيعملش اي نتيجه. باكل كل اللي بيقول لي عليه، عسل والحاجات اللي فيها فيتامين. انت وبيديني علاج زنك. طب سؤال، انت بتشتكي الاول من ايه يا ايمان؟ ايه انت شكوتك ايه؟ يعني انت بتشتكي للدكتور ليه؟ شعري بيقع وباخد له علاج كتير وما بيعملش اي نتيجه. تمام. ومتعصف ومجهد. يعني عندك كام سنه؟ 21. طيب عملتي اي تحاليل يا ايمان؟ عملت تحاليل وقال لي ان انا عندي املاح وانيميا. تمام. وبس هو ده بس اللي عندي. طيب انا طبعا مش شايفاكي قدامي يا ايمان عشان اقدر احكم، ومش عارفه العلاج اللي انت بتاخديه ايه عشان اقدر احكم عليه، بس احنا يعني انا ممكن اوصلك يعني لنقط معينه تقدري تعرفي العلاج اللي انت بتاخديه ده مناسب لحالتك او لا. دلوقتي احنا هنقول باختصار اسباب تساقط الشعر، يعني مثلا حاله زي ايمان ممكن تيجي لي بنوته 20 سنه 15 سنه 16 سنه بعد البلوك، جايه تقول لي انا شعري يقع. اول حاجه بسالها الاسباب الوراثيه، يعني هل انت عندك حد خصوصا ناحيه الام، يعني الوراثه بتيجي من ناحيه الام اكتر. مامتك شعرها اخباره ايه؟ خالتك، جدتك، جدك، باباكي؟ بنبدا ندور على عامل الوراثي. لو لقينا حد في العيله عنده عامل وراثي شديد، يعني مثلا مامتها فروه راسها اللي هي تقريبا باينه، فاحنا كده عندنا بدايه صلع وراثي. فبنبدا نتعامل معاها لانها بدايه صلع وراثي. طبعا مش هو ده السبب الاساسي. أيوة. احنا بناخد عده طبعًا. اسباب يعني هو الشعر بيأثر عليه كذا حاجه، من ضمنهم العامل الوراثي. لو حاله زي ديت يبقى اول كده حاجه عندنا عامل وراثي. نبدا الحاجه الثانيه نعمل تحاليل، مش بنعمل صوره دم بس، بنعمل صوره دم، بنعمل نسبه الحديد اللي هو الايرون والفيريتين، بنعمل تحليل غده درقيه، لان في ناس ما بتكتشفش ان عندها غده غير من تحليل الشعر. يعني من ان شعرها بيقع.
بنعمل تحليل غدة درقية، بنعمل هرمونات ذكورة، بنشوف الدنيا عندها ماشية ازاي. لو لقينا ده كله كده سليم، وده صعب قوي يعني، لازم هتلاقي في دول حاجة ناقصة يعني. بدل ما هي عندها أنيميا يبقى هي عندها مشكلة في الحديد. بس نسبة الحديد دي عندها قد ايه؟ ممكن تكون بتاخد الفيتامينز بس مش كفاية، محتاجة حديد زيادة عليها، فلازم تشوف نسبة الحديد قد ايه. تمام. لازم نشوف عندها القشرة أخبارها ايه. في حاجة بقى نقطة مهمة جدا العيانين مش واخدين بالهم منها، ودي برضو بشوفها عندي في العيادة. تيجي العيانة تقولك أنا باخد العلاج ومش بتحسن. طب نبدأ نقول لها طب انتي منين حاسة ان انتي مش بتتحسني؟ تقولي شعري لسه بيقع. احنا عندنا حاجة اسمها normal hair cycle، اللي هي دورة نمو الشعر. الشعر طبيعي في اليوم بيقع من 50 لـ100 شعرة في اليوم. فانا ممكن اجي في اليوم مثلا الاقي 20-30 شعره، هي بتقلها ان ده كده مش نورمال، ده كده حاجه زياده. لا، هو ده النورمال بتاعنا طبيعي. فحاله زي ديت لو انت حاسه ان العلاج مش جايب نتيجه معاكي، ممكن بتجمعي الشعر اللي بيقع منك خلال اسبوع، يعني على قد ما تقدري خلال اسبوع، وتروحي للدكتور بتاعك تقولي له الشعر اهوت، هيشوف الكميه، هيشوف المراحل اللي واقع فيها الشعر، يعني هل دي مراحل نمو ولا هل ده شعر فعلا المفروض ان هو يقع. فده الطبيعي بتاعه، فالمفروض ان هو يفحص الحاله. تمام. وعلى اساس هيقرر هل هيمشيها على علاج بس، هل هيديها علاج مساعد من بره زي الجلسات اللي بنعملها، سواء ميزوثيرابي، منشطات خلايا جذعيه، بلازما. فده بيرجع حسب فحص الدكتور والحاله اللي قدامه. طيب هدير، اهلا بيك. عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتوره، عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا معجبه بحضرتك قوي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. ممكن اكلم الدكتوره؟ معاكي. اهلا. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. انا كان شعري طويل قوي وكان تقيل. تمام. فجيت وفي خطوبتي رحت الكوافير فقصهولي. نفس الشكوى. ووقع. ومن ساعتها ما بقاش طالع خالص، وغير كده وكده على طول حتى عليه الطرحه. تمام. وبقى بايظ خالص ومش عارفه اعمل له، والقشره زادت عندي جامد. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 21 سنه. 21 سنه. طبعا انتي سمعتي القصه بتاعت قرار قص الشعر دي. طيب خلاص، هو اللي حصل حصل، خلاص اتقص وخلاص الموضوع يعني انتهى. حتى يجي ايه اللي عارفه يعني ماما وستك وبقول يقول لك ايه الشعر حزن، ما طولش عشان حزن. هو يعني هما كان لهم تفسير مختلف عننا. لا، موضوع الطول ده خلاص انسيه. موضوع بقى بعد البلوغ، بعد سن البلوغ يعني خلاص، قبل فتره المراهقه ما حدش يقص شعره. بالظبط. اللي بيقص شعره يعرف ان هو مش هيطول. بالظبط، بيبقى صعب جدا. تمام. حالة زي اللي كانت بتكلمنا دي غالبا يعني انا طبعا برضو ما شفتهاش، بس اعتقد ان ممكن يكون جالها عدوى فطرية من الكوافير. اللي هي بتقولك انا عندي شعري بقى بيقع وبقى فيه قشر كتير، ده ممكن يكون جالها فطريات من الكوافير فعمل لها المشكلة دي. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن يكون هو عمل لها البيبي ليز، او عمل لها السشوار، او الحاجات اللي هم بيعملوها، او التسريحات اللي هم بيعملوها ديت، عملها لها بطريقة ان هو اجهد شعرها جامد. طبعا دي لازم تاخد علاج، مش هينفع نسيب الوضع كده. يعني حضرتك هتروحي لاقرب دكتور جلديه جنبك، هيكشف عليكي، هيديكي علاج للفطريات اللي موجوده، وهيبدا يديكي حاجات تعالج الشعر التالف. ده مهم جدا. وبرده انا مش شايفاه عشان اقدر احكم هل هي درجه التلف عندها قد ايه. يعني ممكن مثلا حاله نديها كريمات وحمامات كريم وزيوت وكلام زي كده، الدنيا تتحسن جدا. ممكن حالات لا مش هينفع معاها، لان مثلا شعرها محروق. يعني بتجيلي حالات لا شعرها محروق، فدي لا، دي بنعمل لها اللي هو البوتوكس. ده علاج للشعر، ده طبعا ما فيهوش فورمالدهيد، ده فكرته زي البروتين والكيراتين والحاجات اللي موجوده ديت، بس دي ماده امنه ما فيهاش فورمالدهيد. فبتعالج الشعر التالف. ايوه. طيب ايه بقى الحاجات التانية اللي احنا بنعملها غلط لشعرنا؟ احنا اتكلمنا على ان انا بلبس 50 طرحة فوق بعض. اتكلمنا على ان احنا بنعامل شعرنا بطريقة سيئة، ان انا بغسله. بالظبط، بشده بطريقة معينة، بلف عليه طرح، بربطه بالطرح. وبيربطوه بقى بأساتك وطرح وحاجات كده غريبة. تمام. دي طبعا غلط، تراكشن ألوبيشيا. مفروض ان انا اهتم بقى بشعري. احنا عايزين نقول الحاجات، احنا قلنا الحاجات الغلط، نشوف بقى نهتم ازاي. ما احنا الحاجات الغلط قلناها في الفصل الاول دلوقتي. ايوه. وبعد كده هنروح فاصل نقول بقى الاهتمام بالشعر ازاي. ايوه. هنرجع بقى مشاهدينا بعد الفاصل نكمل حلقتنا مع دكتوره مروه، وهنتكلم بقى الحاجات الصح اللي نعملها ايه. بالظبط كده، ان شاء الله عشان نحافظ على شعرنا. خليكم معانا مشاهدينا بعد الفاصل.
بكم مشاهدينا على الهواء مباشرة مرة تانية، وضيفتنا دكتورة مروة. دكتورة مروة، بنتكلم طبعا عن الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها في الحجاب، ممكن تأثر على شعرنا. نتعامل بقى مع شعرنا صح، شعرنا بطريقة غلط. قلنا الحاجات الغلط خلاص اللي احنا بنعملها، دلوقتي عايزين نقول الحاجات الصح اللي احنا المفروض نعملها عشان نحافظ على شعرنا. طيب بصي يا دعاء، في قاعدة عامة احنا عندنا يقولك الوقاية خير من العلاج. يعني معنى كلامي، انا دي برضو بشوفها كتير قوي في عيادتي، الاقي الناس تصبر 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 اما الحاله تتدهور خالص تيجي تقول لك بقى الحقوني. لا، ما ينفعش، مجرد ما المشكله بدات لازم ابدا اعالج فيها، حتى لو كانت مشكله تافهه او بسيطه، لا لازم ابدا اعالجها من الاول. احنا كلامنا النهارده كله عن الشعر. نفترض هنمسك لو واحده شعرها طبيعي الحمد لله، ما بتشتكيش من اي حاجه، شعرها ما بيقعش، الدنيا عندها كويسه، شعرها شكله طبيعي ما فيهوش قشره، كل حاجه فيها كويسه. ديت نقول لها ايه؟ اولا تغسلي شعرك، ممكن اغسله ان شاء الله كل يوم. يعني لو بشره دهنيه او شعر دهني يتغسل ان شاء الله كل يوم، مفيش فيه مشكله. في ناس تقول لك مرتين او ثلاثه في الاسبوع، بس ده لو شعر جاف او شعر عادي. يبقى احنا كده حددنا عدد مرات الغسيل. تمام، اغسل بشامبو مناسب لشعري. لو شعري جاف استخدم معاه البلسم او استخدم معاه الكريمات، زي ما قلنا نسرح شعرنا من تحت لفوق. لو انا محجبه طبعا لازم انشف شعري قبل ما البس الطرحه فوقيه، ما البس عدد طرح كتير، البس واحده او اتنين بكتير، يعني تندى الماكسيموم يكون اللي هي البندانه او اللي هو الطرحه القطن دي قبل الطرحه العاديه الحرير او الحاجات اللي احنا بنلبسها دي، كلها حاجات اساسيه لازم ان احنا نمشي عليها. نيجي بقى لحاله تانية عندها مشكله في شعرها. مشاكل الشعر دي ايه؟ ممكن نقول تساقط شعر، دي طبعا المشكله العامه اللي 90% من الناس بيشتكوا منها. المشكلة الثانية تقصف الشعر. المشكلة الثالثة القشرة، في ناس تيجي تقول انا عندي قشرة دايمة. المشكلة الرابعة، في ناس بتلاقي عندها حتت فضيت في شعرها، حتت كاملة، يعني زي القرش كده او زي الشيلن بتاعنا، تلاقي حتت كاملة. لازم كل حالة نتعامل معاها نبدأ نعالجها. ما ينفعش اقول ايه ده انا هروح للصيدلي هيقول لي خد كذا وكذا كويس قوي جربه، لا، انا ممكن اخد زيارة للدكتور يمشيني على سيستم صح، نشوف ايه المشكلة اللي عندي وابدأ اعالجها من الاول. دايما كل ما بدات علاج بدري كل ما كانت النتائج اسرع، كل ما كان الريزلت بتاعت العلاج احسن. ليه؟ احنا قلنا ان دوره نمو الشعر 6 شهور، عشان كده اقول لك الشعر من الحاجات المتعبه جدا 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 في علاجها. ليه؟ يعني حتى لو عملت اللي هو العلاج بمنشطات الخلايا الجذعيه اللي هي المفروض احسن حاجه دلوقتي موجوده، ما بشوفش نتيجه قبل من 6 شهور لسنه. ده اللي هو احسن حاجه اللي هو اسرع حاجه. فمعنى كده ان انا عشان امشي على علاج انا محتاجه سنه سنتين، مين هيقعد يشتغل على علاج سنه او سنتين؟ فانا لازم ابدا اعالج المشكله مجرد ما بدات. يعني مثلا جات لي حاله بدا يظهر في شعرها قشره، هروح زياره للدكتور، انا عندي قشره في شعري، هيبدا الدكتور يشخص نوع القشره دي ايه، ومش كل القشره فطريات. انا بقول لك ليه؟ لان ما بيروح العيان للصيدليه انا عندي قشره، قام مديله دواء بتاع القشره فطريات. على فكره انواع القشره دي كتير جدا، يعني ممكن ما يكونش عندها قشره فطريات، ممكن يكون فطريات، ممكن يكون اكزيما دهنيه عندها شعرها بيفرز دهون زياده، فيبدا يعمل نوع من انواع الاكزيما فيعمل قشره، هي هتاخد علاج الفطريات اللي هو مش مناسب معايا، فتبدا العمليه تسوق معاه. ممكن يكون صدفيه، بدايه صدفيه في فروه الراس، فيديها دواء القشره برده اللي هو بتاع الفطريات فما يعملش نتيجه، بالعكس يعمل تاثير عكسي معاها. فانواع القشره كتيره جدا، لازم انا احدد النوع ايه والعلاج المناسب لي. انا بجيب لك اللي هو ابسط مثال اللي تقريبا 3/4 الناس بتعمله اللي هو موضوع القشره. نيجي مثلا لموضوع تساقط الشعر. انا بروح للدكتور انا عندي مشكله في تساقط الشعر، شعري بيقع، بنبدا نشوف طب بيقع قد ايه في اليوم. مثلا زي ما قلنا لو من 50 ل 100 شعره ده كده تساقط شعر طبيعي. لا، في واحده تيجي تقول لي ايه ده انا بقوم الاقي الشعر على المخده والاقي الشعر في الحمام والشعر في البيت والشعر في الاكل، كل حته فيها شعر. لا، ده كده مش طبيعي، شعري نحل جدا في فتره صغيره. نبدا ندور ايه السبب. لو نفترض ان عندنا 10 اسباب لسقوط الشعر، العامل الوراثي مثلا بيمثل سببين، في 8 أسباب تانية، طبيعة الأكل، الفيتامينز، الأنيميا، الهرمونز، الغدة. أبدأ أدور في الأسباب التانية. إيه السبب فيها؟ مجرد ما عرفنا السبب بنبدأ نعالج المشكلة. احنا أصلا الستات أغلبهم عندهم مشكلة التغذية والأنيميا. بالظبط، التغذية والأنيميا والهرمونز دلوقتي منتشر قوي قوي يا دعاء، عشان احنا أكلنا مش صحي وتلوث. يعني الناس عندها اللي هو التكيسات على الموبايل دي، يعني عايز أقولك نسبة عالية جدا، ودي مشكلة. الحالة النفسية والحالة النفسية طبعا.
ما هي دي، ما انا لسه بقول لك الحاله النفسيه دي بقى بيحصل الاتي، فجاه تلاقي عندها ثعلبه، تلاقي حته فضيت من الشعر فجاه، تلاقي كده حته مدوره تمام، يا اما تلاقيها منتشره في الشعر، ودي على فكره بقيت اشوفها في الاطفال كمان. معقولة؟ لا إله إلا يعني من ضمن الحاجه اللي بقت مزعجه ان احنا بقينا نشوفها في الاطفال. وبقيت ايه اوجه الناس، طب انا هديها علاج للطفله دي، بس لازم تروح لحد تعديل سلوك او حد نفسي لان يبدا يعالج المشكله دي. فلازم بندور سبب تساقط الشعر ايه. مشكله التقصيف مثلا، تيجي تروح مثلا لكوافير يقول لها اعملي بروتين اعملي بوتوكس، ماشي اوكي كل الكلام اللي انت بتقوله ده كويس مش وحش، بس ايه سبب التقصيف؟ في نوع من انواع الفطريات حاجه اسمها البيادرا، البيادرة دي بتبقى نوع من الفطريات بينمو على الشفت او اللي هو الشعراية نفسها، ده بيقسم الشعراية نصين. اه مشكلة دي، وده حله يعني علاجه من الحاجات الصعبة جدا. هي راحت لسين او صاد او عين قال لها اعملي بوتوكس او اعملي كيراتين او اعملي او اعملي او مش عملت، مش شعرها اتحسن شوية بس برضو لسه التقصيف ولسه التقطيم ولسه ولسه. فلازم ادور على المشكله فين. الموضوع مش سهل كده وان انا اروح اخد اي دواء من اي حد، او مش عارفه مين اختي بتاخد دواء ايه اخد زيها. لا، في ادويه فيها هرمونات. يعني مثلا في العينين اللي عندهم مشاكل في الهرمون او عندهم هرمون ذكوره عالي، في ادويه موضعيه فيها هرمون بروجسترون عشان يعادل الهرمون ده. فما ينفعش مثلا انا مروه عندي مشكله في الهرمون خدت الدواء ده، دعاء مش عندها عندها نقص حديد تاخد نفس الدواء، كل واحد غير التاني ما ينفعش. فالنقط دي مهمه جدا، لازم ارجع للطبيب، الموضوع مش سهل طبعا. معانا مروه. اهلا يا مروه. اهلا بحضرتك، ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ معاك اكيد معاكي. اي دكتور، انا بنتي عندها سنتين تمام. نعم. هي شعرها خفيف خالص. سنتين. وشعرها خفيف خالص واطوال مختلفه. أطواله مختلفة. بس فأنا مش عارفة هل في حاجات أحطها لها سيرم أو حاجة، وهل لو أنا قصته لها وهي عندها سنتين غلط ولا عادي؟ لا عادي طبعا لو قصته لها. لأن في ناس بتقول لا غلط ما تقصهوش وهيخشن وهيبوظ لا لا، إحنا اتكلمنا قبل فترة البلوغ مفيش مشكلة في قص الشعر، بعد البلوغ هو اللي بيبقى فيه مشكلة. ثانيا الطفلة السنتين ديت دي عندها مشكلة في التغذية، دي بترجع لدكتور اطفال بيديها مجموعه فيتامينز خاصه، لان الطفله السنتين دي لا في هرمونات اشتغلت عندها ولا عوامل وراثه بدات تبان عندها، الا بقى لو عندها امراض وراثيه. يعني في اطفال بيتولدوا بامراض وراثيه في بصيلات الشعر، دول قصه ثانيه. انما اللي بتتكلم عليه ده لا، ده غالبا في نقص في فيتامينز معينه عندها. وبعدين ده عاده برضو بيحصل في السن ده اللي هو ما بين فتره انها بتتفطم وبتاكل. فهي يعني مامتها عايزه تفطمها او هي اتفطمت او يعني عارفه اللي هي المرحله اللي هي فيها لخبطه شويه، فهي الاكل مش كويس قوي او بتاكل اكل مش صحي، او هم بيحاولوا يخلوها تاكل اي اكل عشان تسيب اللبن، فتبدا انها تاكل اكل مش صحي، فالدنيا عندها ما بيحصلش فيها توازن. فلا ده عادي لو قصت لها شعرها ما فيش اي مشكله خالص، لو حبيتي تسويه خالص وهيطول تاني. زيوت مثلا مش هتفرق كتير، ده هو الاساس الاكل. الاكل فلازم هي ترجع لدكتور اطفال، يعني هي لو مش قادره انها تسيطر عليها، لان برضو السن ده بيبقى السيطره عليه صعبه شويه. فممكن انها ترجع لدكتور اطفال بيكتب لها مجموعه فيتامينز بتمشي عليها، بتحسن الموضوع جدا. طيب معانا ليلى. اهلا بيكي. اهلا وسهلا، لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اكيد. طيب معلش انا مش هتكلم على موضوع الشعر، بس انا عايزه اسال حضرتك، انا عندي 45 سنه وعندي تجاعيد حوالين بقي وحوالين عينيا بس، فانا كنت عايزه حاجه سريعه وحاجه كويسه. طيب حاضر. موضوع التجاعيد ده بقى موضوع كبير جدا، ده عايز له يعني حلقتين ثلاثه. بس احنا نقول باختصار عشان برضو الناس تبقى فاهمه الموضوع ماشي ازاي. احنا عندنا طرق ثابته للعلاج. يعني ايه؟ يعني مثلا في عندنا تجاعيد تعبيريه وفي عندنا تجاعيد اللي هي بيحصل ايه الوشوم بيقع. التجاعيد التعبيريه دي اللي بتظهر مع الحركه، يعني ايه؟ انا بكشر بيظهر عندي تجاعيد، برفع حواجبي، بتكلم بلاقي خطوط بتظهر هنا، بلاقي خطوط حوالين العين، دي تجاعيد تعبيريه. دي حلها بنعمل بوتوكس، حقن بوتوكس. البوتوكس ده ماده بروتينيه امنه تمام، بتعمل مش يعني بتوقف الحركه بتاعه العضله مؤقت، يعني بتوقف حركة العضلة مؤقتا تمام، فبتفرد العضلة، فده كله بيتفرد. أجي أعمل أي حركة من الحركات دي لأ الكرمشة أو التجاعيد دي مش بتبان. في بعض الناس بتلاقي بتقعد ست شهور. في بعض الناس بتلاقي من كتر ما هم سابوا التجاعيد التعبيرية دي عندهم بدأت تعلم في الجلد. دول بنضطر إن احنا دول نضطر نعمل لهم البوتوكس، وبنضطر نعمل لهم عليه فيلر أو ليزر عشان يضيع الكلام ده.
تمام. التجاعيد بقى اللي هي حوالين يعني المفروض تتلحق من بدري عشان كده بقول لك مجرد ده قاعده عامه في كل الامراض اللي في الدنيا، مجرد ما المشكله بدات لازم ابدا ان انا اعالجها. في بقى نقطه عايزه اقولها لك برضو، ده موضوع ايه، في ناس تقول لك ايه يا عم ده تجميل ده يعني مش فارق. على فكره الموضوع ده بيفرق نفسيا جدا طبعا. يعني انا بشوف ايه، تيجي لي مثلا بنوته جايه في مثلا راح تعمل ميتنج عشان شغل، هي معاها شهادات ومعاها وما يقول لها لا المظهر، يعني ده مش حاجه ليها رفاهيه. ايوه لا، احنا دلوقتي عندنا في حاجات كتيره قوي بتاثر على النفسيه. فتلاقي جايه ايه بتشتكي مثلا، اه ده انا عندي الخطوط كتير حوالين العين، تلاقي مثلا بنوته عندها حاجه 20 سنه والتجاعيد حوالين عينيها كتير جدا ومقزمه، تقول لي اه ده انا كل اللي يشوفني يقول لي ده انت عندك حاجه و30. ده على فكره نفسيا بيفرق. مش شرط ان انا بعمل حاجه تجميل اللي هو رفاهيه، لا انا بعمل حاجه نفسيا هتريحني، هتخليني اتعامل مع المجتمع ومع الناس بطريقه احسن. وعلى فكرة السيستم ده مش في مصر، يعني برا مصر معممينه بشكل كبير جدا. يعني الحالة النفسية دي بيبقى لها تقييم سنوي عشان تقدري تتعاملي مع الناس، وده بيفرق. يعني مثلا انا عندي حاجة معينة في وشي مضايقاني، هبدا ان انا اتعامل كشة شوية، لا بشوف اللي قدامي، لا ده هيبص في مش عارفة ايه الخروم اللي في وشي، اثار الحبوب، لا ده هيبص على معرفش ايه. فالموضوع ده مهم جدا. موضوع التجاعيد ده لا طبعا بيفرق مع الناس كتير قوي قوي نفسيا، حتى الست في تعاملاتها مع جوزها مع اولادها مع الناس مع جيرانها، لا بيفرق، لا ده انت شكلك عجز، لا الكلمه دي على فكره مؤلمه جدا جدا. فده مش ترفيه، يعني الناس لو فاكره ان موضوع التجميل ده حاجه ترفيهيه، لا بالعكس ده حاجه مهمه جدا ونفسيا بتفرق جدا مع طبعًا الناس طبعا طبعا. التجاعيد بقى اللي حوالين البق ديت، دي بتظهر مع السن ومع الجاذبيه الارضيه. يقول لك اما يجوا الاطفال بيتولدوا بتلاقي خدودهم جميله كده ومدوره، ما عندهمش الخطوط ديت. أيوه. ليه؟ لانهم بتشالينه ولسه الدنيا عندهم والليجمنتس، فينا عندنا اربطه وعندنا حاجات رفع الدهون دي لفوق. بنيجي بقى مع الدايت مع السن مع الجاذبيه الارضيه تلاقي الدهون دي بتسقط لتحت. فتبدا تعمل الخطين دول والخطين دول. دول حلهم بنعمل فيلر، والجديد حاجه اسمها شد بالخيوط. ده بقى حاجه تحفه جديده، انا كان نفسي والله اعمل حلقه النهارده كنا بنتكلم عليها نعمل حلقه دي قبل الحلقه على اللابتوب. لا دي لازم نعملها، دي لازم هنعملها حلقه مخصوص طبعا. وهنعملها حاله كمان، يعني دي حاله وتورينا عن هنوريك الدنيا دي. دي بصي انت بس عشان ما شفتيهاش حقيقي. لا. دي على فكره تكنيك بسيط جدا وسهل جدا وبيتعمل في العياده، وفي يوم يعني في يوم بتلاقي وشك اترفع لفوق السقطه ديت بالحته دي باللغط. اللغط ده مأزم ناس كتير جدا طبعا، بيترفع الوش لفوق. الحاجب، الناس اللي عندها سقوط في الحاجب بيبدا نرفع الحاجب من هنا. الخيوط دي عارفه حاجه سحريه، هنشوفها دي على أكيد. الهوا مع المشاهدين اكيد. طب تعالي نطلع لفاصل، نطلع نرجع ثاني نكمل حلقتنا، خليكم معانا المشاهدين. مكملين حلقتنا معاكم مشاهدينا، ومعانا تليفون. هيام اهلا بيكي. اهلا حضرتك، اتفضلي يا حبيبتي سؤال. انا عندي سؤال بس، ان يعني حوالين عيني في غمقان وبقي في غمقان وبيزيد في الحر او الشمس. طيب حوالين عينك غمقان، هالات سمرة يعني ولا؟ اه هالك سمرة. ولا الباندا ايز اللي تحس ان عينك كلها غامقه؟ لا هي عين حوالين عينيا بس، تحت عيني. تحت عينك اه، اللي هي الهالات السمرة. وحوالين بقي برضو. خدت لها علاجات قبل كده؟ لا ما خدتش حاجه. بعمل مسكوت. بتعملي ايه؟ ماسك، بعمل كريم ماسكات. تمام ماشي حبيبتي. وفي سؤال تاني معلش، اتفضلي. اني شعري هو تقيل قوي وكان طويل من حوالي 5 سنين، عملته زي استشوار بقى بيقع من طوله. بيقع بطوله؟ اه. ورحت للدكتورين، الدكتور قال لي هو شعرك حلو كده، ودكتور تاني اداني زي رش وبرشام فيتامينات. اتحسنت حاجه بسيطه بس انا مش عايزه استمر على كده على طول. ما تحسنتيش ولا تحسنتي مع العلاج؟ اتحسنت حاجه بسيطه. اتحسنتي حاجه بسيطه؟ اه بس انا مش عايزه اخد برشام على طول عشان غلط. طيب بصي يا حبيبتي، احنا لازم مثلا في موضوع اولا الهالات السمراء لازم نعمل تحاليل اللي هي صوره الدم، ونعمل الحديد تمام، ونعمل انزيمات كبد، لان ممكن يكون عندنا في شويه دهون على الكبد او يعني يكون في اي مشكله فرفع انزيمات الكبد فتبدا الهالات السمراء تبان. طبعا موضوع الهالات السمراء ده موضوع كبير جدا مش هنقوله يعني في كلمتين. بس انا بدي ايه حلول سريعه عشان الوقت. لازم الاول نعمل التحاليل ديت نتاكد ان ما عندناش اي مشكله تمام. بعد كده بناخد كريمات ومجموعه فيتامينز بتقوي الدوره الدمويه حوالين العين. هي مشكله الهالات السمراء ايه؟ ان عندي طبيعه الجلد في المكان ده بيبقى رقيق قوي او رفيع قوي، فاي مشكله في الدوره الدمويه بتبان.
دي بمنتهى البساطة ممكن تكون أسبابها كتير قوي. الناس اللي بيدخنوا، الناس اللي عندها أنيميا، الناس اللي عندها مشكلة في إنزيمات الكبد، الناس اللي ما عندهاش انتظام في مواعيد النوم، الناس اللي عندها إرهاق، ممكن يكون عوامل وراثية. فاحنا بنشوف السبب بتاع الهالات السمراء إيه وعلى أساسه نبدأ نعالج السبب، بعد كده نعالج المشكلة. علاج المشكلة طبعا عشان نبقى متفقين، الهالات السمراء مفيش نسب تحسن فيها بتعدي 70%. يعني لو اي حد جاي يعالج هالات سمراء ومتخيل انها تتحسن تروح خالص 100%، لا الكلام ده ما بيحصلش. الماكسيموم بتاعنا 70%. في طبعا بعض الحالات بتزيد، بس دي بتبقى حالات ايه نادره، يعني 2 3 في النص. احدث علاج دلوقتي بنعمله حاجه اسمها العلاج بالكربوكسي مع الميزوثيرابي او البلازما. ده فكرته ايه؟ ان انا بزود ثاني اكسيد الكربون معالج في المكان ده، فبيعمل تنشيط للدوره الدمويه، فبتشيل اي سموم او اي حاجه حوالين العين، فيبدا اللون بتاع حوالين العين ده يفتح مع الكريمات طبعا. موضوع بقى الغمقان اللي حوالين البق ده غالبا يعني على حسب ما انا سمعت منها ممكن يكون نتيجه اكزيما، في حاجه اسمها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، اللي هو بقع نتيجه التهاب شديد في الجلد. ده بيكون نتيجه يا اما انا مثلا باخد حاجات بتعملي حساسيه كتير زي معجون السنان، الفراوله، البرتقان، الحاجات ديت، فتبدا تعمل التهاب في الجلد يقلب معايا بغمقان. ده حلها كريمات او تعمل ليزر تفتيح. دكتورة مروة احنا وقت حلقتنا بيخلص، فعايزين نصايح نهائية منك سريعة حلول بقى علشان الشعر. طبعا زي ما قلنا ممنوع ان انا اغسل شعري والفه واكتمه او ما سرحوش والفه تحت الطرحه واخرج بيه، لازم البس طرحه واحده او اتنين بالكتير ماكسيموم، وخصوصا الصيف جاي والعرق والحراره الشديده والرطوبه، فهيبقى وسط مناسب للفطريات فشعرنا هيقع. لو عندي مشكله تساقط شعر ما استناش ان بصيلات الشعر يحصل فيها ضمور، لا ابتدي على طول ان انا اعالج شعري، ما استناش لغايه الموضوع ما يتفاقم وابدا بعد كده اقول الحقوني يا ناس شعري بيقع. الناس اللي عندها تقصير في شعرها ما ينفعش ان انا اقص شعري عشان اعالج التقصيف، لازم ارجع للدكتور يشوف سبب التقصيف ده ايه، هل سوء معامله للشعر، هل انا استخدمت سشوار ومكوى كتير، هل انا عندي فطريات في شعري، هل ايه مشكله التقصيف ده، وابدا ان انا اعالجها. طرق العلاج كتيره جدا جدا وتطورت بشكل حلو جدا. مشكله علاج الشعر يا جماعه الوقت، ودي بنقولها في كل الدنيا، لان دوره نمو الشعر 6 شهور، عمري ما هشوف نتيجه حتى لو قلنا بمنشطات الخلايا الجذعيه في اقل من 6 شهور. فإحنا مشكلتنا مع علاج الشعر الوقت، لازم مجرد ما المشكلة تبتدي أبدأ على طول إن أنا أعالجها، ما استناش أما الموضوع يبوظ مني. بشكرك جدا دكتورة مروة، وإن شاء الله يكون لينا لقاءات كتير. ميرسي يا حبيبتي، إن شاء الله المشاهدين يكونوا استفادوا منها، وإن شاء الله المرة الجاية بقى نشوف الجديد في الخيوط، في موضوع الخيوط ده هنعيش معاكي فيه شوية إن شاء الله. إن شاء الله، وشكرا لكل المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج